فصول متردية وبنية تحتية للمدارس متهالكة. هذا كان أحد أهم أسباب الزيارة التي قام بها مراقب التعليم غريان لمدارس منطقة أوم سوفين في المدينة. جمعنا العديد من الملاحظات من هيئة التدريس ومن إدارة المدرسة. طبعا حاولنا أن احنا نذلل الصعاب ونقف على الصعاب هذه لتذليلها ولحل حالتها، وأهم حاجة هي نقص المستلزمات الدراسية من المقاعد ووجود ضيق في سعة الفصول الدراسية. الجولة كانت رفقة مدير مكتب خدمات التعليم، وتمت الاطلاع خلالها على سير العملية التعليمية، والاطلاع أيضا على المشاكل التي تواجه المعلمين وبحث سبل حلحلتها. مدرسة أم سوفين القديمة الابتدائية تعاني من ضعف البنية التحتية، لا سيما نقص الفصول الدراسية ودورات المياه للطلبة. فصلين من 1963 والثاني 72 من ثلاث فصول. طبعا الفصول الفعليه حاليا في المدرسه ثلاث فصول فعليه لا اكثر ولا اقل، ما في زياده عنهم، ثلاث فصول، وهي تقري من الاول الى السادس. دورات المياه غير صالحه، مجهود دافي، الساحه تحتاج الى كذا، الفصول الدراسيه ضعيفه الى اقصى حد، المخزن دينا فصل، والحجره الداخليه بتاعت الغفير وغيرها دينها فصل. من 20 و25 و30 طالب قوه المدرسه الان 162 طالب. يعني في فصول 34 الصف الاول 30 والثاني 34 والبعد كله 30ات، الا فصل واحد يمكن 25 والباقي كله في الثلاثينات. مدارس كثيره في ليبيا تعاني من ضعف البنيه التحتيه وعدم وجود فصول دراسيه تليق بالطلبه، اضافه الى الازدحام في المدارس العامه، فهل سنجد من ينقذ هؤلاء الطلبه؟